السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيتها المرأة في مشارق الأرض ومغاربها، إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير وصحة جيدة وأحوالك طيبة إن شاء الله، أنت وأهلك وأحبابك. المرأة المؤمنة الصادقة الصالحة المستغفرة المسبحة لله سبحانه وتعالى، المصلية على حبيبها وشفيعها يوم القيامة، المرأة الصابرة، المرأة الفنانة المبدعة، المرأة الملكة في المملكة ديالها في البيت ديالها، فأنت العالم والعالم أنت أيتها المرأة. ما نطولش عليكم، اليوم بغيت نخدم معكم واحد صلاة مدة أسبوع وأنا باغا نخدمها، ومع ظروف الجردة اللي كاينة شوية الضغوطات، لذلك يلاه اليوم تحت الفرصة أن نخدمها، نديرها للزوج، طلبها الفترة اللي كيكون شوية عارف ملي كيكون داك الإنسان ضاربو شوية الباردة كيبدا كيتشهى هادي هادي هادي، هو داك النوع اللي ما كيقولش لك طيبي ليا هادي ولا وجدي ليا هادي، يعني اللي كتوجدي اللي كديري، وبحكم أن طبعي أنني كان من داك النوع اللي عز ليا التنوع، ماشي أنني حاجة وحدة، كنبغي دائما تنوع تنوع لواحد الدرجه اللي فايت القياس. الناس اللي كيعرفوني ومعاشريني وكل شيء يعني كيقولوا بان الزموريه تري ديفيرونت، زعما في قضيه الماكله بزاف الحوايج، ولكن في قضيه الماكله هما ردوا ليها البال بانني تغيير تغيير تغيير، مع الحاجه اللي ناكلها اليوم خصنا ما ناكلهاش الغد ليه، والغد ليه ما ناكلهاش الغد ليه، ودائما مهم ان شاء الله غنخدم معكم هذه الشلاضه ان شاء الله تعالى. كتكون من بطاطا، خيزو، جلبانه، ماشي القياسات كل ما نخدم بهم، جوج خيزوات، بطاطا مازال غدا ثلاثه ولا اربعه، وواحد زلافه صغيره ديال الجلبانه، وغنحتاج البيض، جوج بيضات للسليق، وجوج بيضات غنصوب فيهم كريمه ان شاء الله تعالى. اختي في هذه اللحظه نحاولوا اننا نستغلوا الوقت، في هذه اللحظه اختي نستغلوا الوقت ونستغفروا الله سبحانه وتعالى، نقول الدعاء ديال سيدنا يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كيف كنقولوا حنا بالدارجة العامية، ومنشر تسبيح الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنا هاد الخضيرة اللي غنقي غنفورها، ما غاداش نسلقها، غادا نفورها. أول ما غندير درت شويه الجلبانه تقريبا زلافه، انا غندير تقريبا حساب احنا جوج الناس، انا الاغلبيه ما عادش ناكلها، هي ما كناكلهاش بزاف على حساب ديك الصلصه اللي كدار ما كتعجبنيش، ما ماشي ما كتعجبنيش كت من ناحيه عوامل صحيه. ان شاء الله تعالى اختي ما تنسيش الصلاه على حبيبك وشفيعك يوم القيامه اللي غادي يسقينا ان شاء الله من حوضه يوم القيامه عليه الف صلاه والسلام. قولي صلى الله عليه وسلم ولا عليه السلام، قولي داك اللي جاتك سهله، اهم شيء ما تخليش لسانك، خلي لسانك يطاب بذكر الله، خلي لسانك دائما يتعود على انه يقول هالاشياء، كنذكرك وذكر نفسي اولا قبل ما نذكرك، كنذكر نفسي اولا. درت البيض يتسلق هنا، ها هو قطعت خيز رقيق، قطعت كذلك بطاطا رقيقه ان شاء الله، وغنحاول نديرهم فوق من ندير خيز هو الاول شي 5 دقائق بحال هكاك ان شاء الله، وعاد ندير بطاطا. طريقه كلاسيكيه ديال ايطاليا، ديال هاد شلاضه كيديروها المناسبات، النهار اللي كيكون عندهم نهار كبير الضياف، غنخليهم كذلك واحد شويه، وعاد غنزيد عليهم بطاطا ان شاء الله تعالى. الخضره ديالنا تفورات ان شاء الله، دابا غنديروها نديرو لها تقويم ان شاء الله ونتلاقاو باذن الله. ها هي اختي بعد ما وجدت لينا بخرنا الخضيره ديالنا، غندير فيها مليحه
غندير شويه البزار، غندير خل التفاح الخل اللي عندك، غندير زيت الزيتون، زيت الزيتون البكر، وهنخلط كل شيء ان شاء الله تعالى. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وغنخلي هاد العناصر تنسجم، هنا البيض عندي سلق، غنقطعو مربعات، بسم الله توكلت على الله. نحاول نرمي هنا، وغنجيو دابا على بركة الله غنحطو هذه تبرد، وغنمشيو ان شاء الله على بركة الله نوجدو المايونيز ديالنا. هنا ان شاء الله باش نصاوب مايونيز غنحتاج جوج بيضات، شويه الملح، بسم الله وعلى بركة الله، شويه البزار، شويه الخل، هما كيديروا الخل ديال لو فان بلونش ديال الشراب الابيض، انا درت الخل ديال التفاح. ودابا غندي بالطراب الكهربائي باش يطرب ليا ان شاء الله تعالى. غنزيد شويه ديال واحد الخيط ديال زيت نباتي، وكذلك شويه ديال الخل، وغادي نطرب اختي. الا كان عندك طراب كهربائي من الاحسن، غادي طلعها لك بالزربه، الا ما كانش عندك غديرها هاد اليدوي، غتحتاج لك شويه الوقت. غدير شويه ديال عصير ديال البرتقال، عصير ديال الليمون، كنعتذر، شويه عصير الليمون، غنخلط هاد العناصر كامله فيها الصداع. هيا خلطت هنايا، اختي الا كان عندك طراب كهربائي من الاحسن ماش تمحني، انا شويه رشدت لي شويه الوقت. القياس ديال جوج بيضات قلال، ما جاونيش في الطراب الكهربائي اللي عندي، ها هي السلطة ديالنا وجدات، سلطة روسة كلاسيكة على الطريقة التقليدية ديال إيطاليا، ها هي سلطة روسة، نتمنى من الله إن شاء الله أنها تعجبك، وتقومي بها بإذن الله، راه كتجي لذيذة. انا شويه ما كناكلهاش بزاف على المشاكل الصحيه، ماشي على مذاق لذيذ، راه كيعتمدوا عليه هنا، كيديروها بزاف في المناسبات ديالهم، وكذلك كيديروها ملي كيجيو عندهم ضياف عزاز، يعني من الاشياء اللي كيفرحوا بها. مهم نخليك على خير، معك الزموريه روكا ديال ايطاليا، سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.